بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إلى علمنا. نستهل درسنا اليوم بحول الله وقوته عن الذكر. من أهداف درس لهذا اليوم معرفة الذكر في اللغة والشرع، ومعرفة أهمية الذكر وفضل الذكر وفوائده وتعدد أنواع الذكر وأوقاته، ونمثل لبعض الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذكر؟ أولا، الذكر هو شيء يجري على اللسان، وفي الشرع ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى. فذكرنا أن التعريف أن الذكر لغة هو ما يجري على اللسان، وشرعا هو ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وحمده والثناء عليه وقراءة كتابه ودعائه والتفكر في آياته ومخلوقاته، وما يجري على الجوارح من تنفيذ أوامره. أهمية الذكر: من أفضل الأعمال الصالحة اليسيرة التي يتقرب بها المسلم إلى الله الذكر، فقد ذكر الله تعالى الذاكرين في كتابه بأدل الذكر، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبين سبحانه في الآية الأخرى فضل الذكر وأنه تطمئن به القلوب، فقال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجعل جزاء الذاكر أن يذكره سبحانه وتعالى، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا هو الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وفي نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وعن أبي هريرة، ولعل هذه من هذا الحديث عن أبي هريرة من أهم ما ورد في الذكر، أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من هذه من أجل وأعلى وأعظم الأعمال وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، الصدقات أجل هذا العمل البسيط أفضل من الإنفاق بالذهب والفضة وغيرها والألوف في سبيل الله، وخير لكم حتى خير من الجهاد، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا العمل؟ قال: ذكر الله عز وجل. وقد أثنى الله تعالى على الذاكرين، فقال الله والذاكرات أيضا، فقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أهمية الذكر أنه يربط المخلوق بخالقه، وأنه يثبت النفس على الصراط المستقيم. وقال وأمر الله سبحانه وتعالى المسلم بأن يكون من الذاكرين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسوف يأتينا كيف هو الذكر وما هو الذكر وكيف يكون الذكر، وهل هو فقط ما يذكر على اللسان أم هنالك غيره من الأشياء، يأتينا في هذا. من فضل الذكر وفوائده أنه يسعد القلب ويطمئن النفس في الدنيا والآخر، وأنه من أفضل الطاعات وأدل القربات، ويحفظ العبد به نفسه من الشيطان ويحصل به الفوز بالجنان. ودليل سعادة القلب وطمأنينته في الدنيا والآخرة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن سبب أنه أن الذكر من أفضل الطاعات وأدل القربات،
قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. ومن الأدلة أن الذكر يحفظ العبد نفسه من الشيطان قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن زكريا عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فآتاه حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. من أنواع الذكر، أنواع الذكر يكون الذكر إما باللسان وإما بالقلب وإما بعمل الجوارح. كيف يكون الذكر؟ والذكر باللسان معروف، بحيث نذكر الله، حيث نسبح الله ونحمد الله بجميع الأدعية الواردة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر باللسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ، ومن أجل الذكر هو القرآن، يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الذكر بالقلب، يقول الله تعالى: الذكر بالقلب يكون بالتفكر في مخلوقات الله تعالى، استذكار خلق الله تعالى والتفكر فيه، وفي هذا عجب. ومنها سمعت بعض مشايخنا طلاب الشيخ ابن عثيمين حيث ذكروا، سمعتها فقالوا إن التفكر في خلق الله من أجل الأعمال، بل حتى لو كان عن طريق الأفلام الوثائقية، إذا كان قصده به العبد أن يتفكر وأن يذكر وأن يتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى، فله به الأجر الكبير ويكون من الذاكرين. يقول الله تعالى في الذكر عن القلب، في ذكر القلب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر بالعمل بالجوارح مثل الصلاة والصيام وبر الوالدين، فكلها من الذكر. أنواع الذكر وقد ذكرناها، أنواع الذكر ويكون بالتسبيح، الذكر باللسان منه بالتسبيح وبقراءة القرآن والدعاء والاستغفار. ومن أمثلة الذكر باللسان وأفضل الأذكار الدعاء، ومن الأذكار باللسان السبب أنها أفضل الأذكار لأنها تقرب الله تعالى بأسمائه وصفاته ولتلبية حاجات العبد الدنيوية والأخروية. وذكرنا في الذكر بالقلب وهو بالتفكر في خلق الله تعالى وفي ملكوته. أنواع الذكر، والذكر بعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام وصلة الأرحام وتعليم العلم وتعليمه، تعلم العلم وتعليمه. والسبب أن عمل الجوارح من الذكر لأن المقصود بالأعمال الصالحة الذكر، قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكر. أوقات الذكر، هنالك أوقات مطلقة وأوقات مقيدة للذكر، فحكم الذكر في دورات المياه يمنع عن ذلك، هذا غير المطلقة. الأنواع الذكر المطلق حيث يكون بكل الأوقات، تبغى تذكر الله، تبغى تسبح الله في أي مكان، تحمد الله في أي مكان أو في أي وقت، لا مانع. الذكر المقيد ما يكون له
هنالك أوقات مخصصة له مثل أذكار الصباح والمساء، فأذكار الصباح لا تقال في المساء، أذكار الصباح في الصباح والمساء والفي عند المساء، وأذكار النوم عند النوم، وأذكار دخول المنزل عند دخول المنزل، وأدعية السفر عند السفر، وهكذا، والدعاء نزول المرض عند نزول المرض. فهذا مقيد، فالدعاء نوعان، إما أن يكون مطلقا في أي وقت، وإما أن يكون مقيدا، ومن المقيد الأذكار الواردة أمامكم. من الذكر المطلق قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. نعم، في إذا أراد واحد في أي وقت من يومه أن يذكر الله بهذه الأدعية فلا بأس. وأذكار الصباح والمساء إذا كانت في الصباح هي من الأذكار المقيدة، فأذكار الصباح في الصباح والمساء في المساء. من كتب الأذكار المتقدمة عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني. ومن أجمع المختصرات كتب الأذكار كتاب الأذكار للنووي للإمام النووي، والكلمة الطيب للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، والوابل الصيب لابن القيم للإمام ابن القيم. ومنها كتيب صغير جميل حصن المسلم، وأنصح الجميع باقتنائه. واجبنا لهذا اليوم مثل للذكر المطلق والمقيد. في الخاتمة، تعلمنا من هذا الدرس الآتي: تعلمنا ما هو الذكر في اللغة والشرع، وذكرنا أن الذكر هو ما يجري في اللسان، وفي الشرع هو ما يجري في اللسان من التسبيح، ما يجري على اللسان والقلب والجوارح من تسبيح الله تعالى وحمده والثناء عليه والتفكر في مخلوقاته. وذكرنا أهمية الذكر وأنه من أجل الأعمال وبه يرضى الله، وذكرنا حديث أبي هريرة إنه حتى ذكر حديث أبي هريرة إنه أجل من الجهاد في سبيل الله، وأنه أجل من الصدقة، وهو ذكر الله. وذكرنا فضل الذكر وفوائده بأنه يجلب النفس الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعددنا أنواع الذكر، فهنالك الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الله باللسان وبالقلب وبالجوارح. وذكرنا الأوقات، فمنها أوقات مقيدة ومنها مطلقة. ومن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.